انا شايفه ان دي مبادره رائعه وعمل ممتاز ونبيل من جانب دكتوره سهير عبد القادر، وشايفه انه الاطفال ذوي الهمم اللي هي مهتمه بيهم يعني كلهم عندهم امل وفرحانين ان في حد بيهتم بيهم بدل ما يبقوا حاجه مركونه كده وغير يعني غير جديره باي اهتمام. لا، هي بتهتم بيهم وبتهتم بيهم مش من منطلق العطف عليهم، لا، من منطلق نديه وان هم عندهم مواهب وعندهم قدرات ويقدروا يعملوا حاجات كتير لبلدنا، وده شيء رائع. انا يعني الحقيقه فخوره ان ده عندنا في البلد دلوقتي. يعني انا شايفه ان المسرح التجريبي ده حاجه فن، احنا قوتنا هي قوتنا الناعمه هي الفن بتاعنا اللي تحارب من قوى الشر. والدكتور مدحت العدل يعني فنان رائع وفنان كلنا عارفين، هو شاعر ومؤلف يعني ادبي ومسرحي، وهو فعلا يعني هيدي دفعه للمهرجان. احب اقول للمخرج محمد فاضل وحشتنا، وحشتنا اعمالك الرائعه والجميله، وربنا يديك القوة ويديلك الصبر على انك تفوت المرحلة دي اللي يعني انا مش متضايقة منها، وان شاء الله هتعدي وهترجع تاني تتحفنا بفنك العظيم يا مبدع، يا انت من اكبر المخرجين عندنا. اقول له استاذة سميحة ايوب ربنا يسعدك قد ما اسعدتينا، وربنا يديلك القوة ويطول لنا في عمرك وتبقي دايما منورة سمائنا وفننا، وانت نموذج للفن المحترم وللصدق في الاهتمام بالفن، واعتبار الفن هو اهم حاجه في الدنيا.